انا بعمل دلوقتي فايل نيو ما عملش اكتر من ملف جديد. المجموعه اللي هنا دي اسمها ايه؟ ريكتانجل تول. تحتها طبعا في راوندد ريكتانجل تول، في اليبس تول، وفي بوليجون، وفي ستار، وفي ايه؟ فلير. الريكتانجل ان احنا نعمل مستطيل، ولو دوست على شيفت مربع نفس الشغل اللي كان فين فوتوشوب. طيب هنا تقدر تديله لون ايه؟ فيل. كمان تقدر تديله لون للستروك زي ما اتفقنا، كل رسومات الفيكتور بنفس الكيفيه. وقلت لحضراتكم المره اللي فاتت ان انا وانا واقف هنا كده بيظهر عندي في الكنترول بانل ده الاوبشن بتاع الشكل اللي انا دلوقتي ماسكه. يعني انا دلوقتي لو عملت كليك كده ومسكت بره، يبقى الاوبشن اللي هيبقى هنا بتاع ايه؟ بتاع الصفحه، بدليل ان هو طالع هنا ديكومنت سيت اب. تمام. طب تعالوا نعمل سيلكت على الشيب، يبقى الاوبشن هنا يبقى بتاع الشيب. تمام كده. طيب هنا الاستروك طبعا ليه المجموعه دي كلها، دي كلها بنتعامل مع الاستروك. ممكن تدوس على استروك هنا كمان تدي لك البانل الثانيه اللي هي بتاعه استروك اللي انت ممكن تجيبها منين في ويندو. ممكن اجيب استروك تقوم تظهر عندي استروك اهي. لو دوسنا في الجنب كده نعمل شو اوبشن عشان يظهر لي كل الاوبشن بتاعي، يطلع لي كل الاوبشن بتاع البانل. في جوه عندي هنا اوبشن كتير قوي من ضمن الويت. الويت دي اللي هي ايه بقى؟ السمك بتاع الخط بتاعك الاستروك دوت. وممكن احنا دلوقتي شايفين الحافه اللي هنا دي، لو كبرت انا كده الحافه ديت ارجع تاني عند ستروك هنا كده الايه؟ الكورنر. طيب الكورنر ده اللي هو ايه؟ ده زاويه، زاويه موجوده عندي هنا في الشكل ايه؟ لو احنا استخدمنا الاوبشن ده، واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده حصل لايه؟ للستروك. يعني الراوند ده حصل للايه؟ للستروك بتاعي، ما حصلش للايه؟ للشيب نفسه، بمعنى ان الهير لاين بتاعي ده الباص بتاعي ما اتغيرش، ما حصلوش ان هو بقى مدور، مظبوط كده؟ انما اللي بقى مدور الاستروك. عندك اوبشن تاني هنا بصوا بيديك برضو ايه؟ اكنه مشطور كده. طيب اللاين استروك دي اللي هي ايه؟ اللاين يعني المحاذاه، الظبط بتاعك بتاع الاستروك ده انت بتخليها دلوقتي هنا ايه؟ اللاين استروك تو سنتر، بمعنى ان هو ادي الاستروك بتاعي اهو، او قصدي الباص بتاعي اهو، وده الاستروك. هو مخلي الاستروك دايما في وسطه، فكده ايه؟ ادي الايه؟ بقى الالاين بتاعي بقى ايه؟ على في السنتر. طيب خلينا استخدم دلوقتي الاين ستروك تو انسايد. انسايد بمعنى ان كل الاستروك يبقى جوه الشيب بتاعك. وفي كمان اوتسايد. اوتسايد ده معناه ايه؟ انه يبقى كله بره الشكل. الاعدادات كلها زي ما احنا شايفين. لا هنا في حاجه اسمها داش لاين، في حاجه اسمها داش لاين للاستروك. الداش لاين ده انت ممكن دلوقتي تقول انا عايز مثلا الاول داش بمعنى اللي هي الايه؟ الشرطه بتاعتنا دي. خلاص الشرطه بتاعتي دي هتقيسها كام؟ 12 بوينت. ممكن بعد ال 12 بوينت ده تقول له الجاب بتوين تو داش نحطها كام؟ مثلا 6. بعد ما تحط السته دي المسافه بقت اقل، دي كده 6 ودي بقت 12. طب ده ممكن تحط داش تاني. يعني انا لو هبدا مثلا بدي الداش بتاعتي دي 12 وبعد كده 6 مسافه كام؟ 6. الداش اللي بعدها على طول انا ممكن اديها رقم تاني خالص، ممكن تبقى مثلا ايه؟ 15. في داش 6 وداش ايه؟ 15. مثلا الداش ده بالنسبه للفرق اللي هي الاسود. لا الاسود نفسه. يعني داش المسافه اللي هي الجاب. ماشي اللي هي الفجوه. الجاب اللي هي الفجوه ما بين الايه؟ الاثنين داش بتوعنا. فتقدر انت تدي قيم عندك زي ما احنا شايفين كده ايه؟ وطبعا لو شلت ده كده يرجع تاني الخط بتاعي زي ما كان. انا دلوقتي لو شلت دوت وجيت على الاداه اللي بعديه اللي هي ايه؟ الاليبس. اعمل هنا اليبس كده اهو. الدايره دي الاستروك ده بص انا لو عملت دلوقتي الداش هنا، بس هنشيل بقى الايه القيم دي نخليها زيرو كده. القيم دي بقت زيرو كده بقت خطوط عندي كده. طيب انا ممكن كمان ايه الويت بتاعي ده، شايف الويت ده؟ رفع بقى الداش مثلا خليه مثلا ايه؟ 5 مثلا. بقت عامله اكن انا ايه بعمل خطوط اشعاعيه. الشكل ما هوش موجود شكل عندي ايه؟ مش شكل جاهز موجود عندي، مظبوط كده؟ بس انا ايه لمجرد ان انا استخدمت الاوبشن الموجود عندي ممكن اطلع بيه اشكال ايه؟ متنوعه زي ما احنا شايفين. طب تعالوا مثلا ايه نشيل ده خلاص، وهنقول الكلام ده قدام ماشي. بس انا ايه مش عايز ايه اشغل بالكم بيه دلوقتي، انما بس عايز اوريكم احنا ممكن نعمل ايه. فالشكل اللي قدامي ده لو انا رحت على اوبجكت هنا وقلت له اكسباند اب ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه قدام. اكسباند ايه؟ اكسباند دي يا جماعه بصوا لما اعمل اكسباند، انا كنت واقف بس على حاجه ثانيه وكان بيديني اكسباند اب ايه هي المفروض الاوبشن بتاع ايه؟ اكسباند. لو قلت له الاكسباند دوت انا عايز اعمل ايه؟ الاستروك بس، مش انا الخط ده بتاعي عباره عن الاستروك صح؟ مفيش فيل عندي صح؟ طيب دوس اوكي. بصوا ايه اللي حصل؟ حول ايه؟ حول الاستروك ده حوله لايه؟ لبساط. لبساط. انتوا واخدين بالكم؟ وهنا دلوقتي
بالطريقه دي كده. لو انت جيت غيرت بصوا لحتى اللون بقى ايه بقى، ما بقاش في الاستروك بقى فين، اتنقل بقى في الفيل صح كده. طب انت كمان لو جيت غيرت دي بقت جريدينت، بص ترى شكلها عامل ازاي. ممكن كمان انا ايه اغير ده من هنا، بس ناخد بالنا انا لما بعمل هنا ادوس على اللون ناخد بالنا ان انا عندي هنا اعدادات للون كمان ممكن اغيرها عشان تديني الايه، لانه عشان اللي كان بتعمل معاه مشكله بعرف انت تعمل. وممكن من هنا مثلا اخلي دي ايه راديال يطلع مثلا ايه الشكل اللي قدامي. انت دلوقتي اول ما بتدوس على الايكون اللي هنا اللي انت تحولها لجريدينت تلقائيا بيفتح لك ده تلقائيا بتاعتك، اه تبدا انت تشتغل عليه. طيب انا هدني ده دلوقتي، احنا برده كان مجالنا ان احنا بنتكلم في ايه؟ في ريكتانجل صح كده؟ وكنا بنتكلم في الراوند ريكتانجل. الراوند ريكتانجل ايه؟ قدامي اهوت وعندي المفروض المرات بقى الايه؟ الحدود نفسها هي مش الاستروك، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ انا كنت قصدي اوريكم الثانيه عشان اعرفكم ان ايه؟ اللي بيتغير هنا ايه؟ الباص نفسه بتاع الشيب بتاعي مش الاستروك. خليني دلوقتي مثلا استخدم برضه ده لو انا عايز يطلع طوله قد عرضه هدوس على ايه؟ على شيفت. نستخدم مثلا بوليجون يعني مضلع صح كده او عديد اضلاع مظبوط كده؟ هو طبعا رسمته الاستاندرد عندي اللي هي الايه؟ السداسي. تعالى بقى ايه ندوس كده ونحرك ده كده طلع ايه؟ انا ما سبتش الماوس، واخدين بالكم؟ انا ما سبتش الماوس. لو عملت سهم لفوق كده ايه اللي بيحصل؟ بتزيد الايه؟ الاضلاع. لو عملت سهم لتحت بتعمل ايه؟ الاضلاع بتقل. فانا اقدر اقلل الاضلاع لحد ما يوصل كام؟ في ممكن اعمل شكل اقل من المثلث، اقل من ثلاث اضلاع، ما ينفعش صح كده؟ كمان اقدر اعمل مضلع بالكيفيه اللي احنا شايفينها، بالسهم لفوق والسهم لتحت يبدا ايه؟ يزود ويقلل معايا. طيب هدلل ده، تعالوا نشوف الستار. الستار هل برضو ممكن اعمل فيها الكلام ده؟ لان ممكن اعمل نجمه ليها رجول كتير كده، وممكن اعمل نجمه ليها رجول قليل. ادي ايه؟ الشكل بتاعي. طبعا احنا ممكن بعد كده ما نمسك الشكل ده نغير فيه زي ما احنا قلنا الاوبشن اللي موجود فين؟ في الاعدادات اللي موجوده عندي فين. في حاجه بس اخيره كده اللي هي تحت دي فلير تول. بستخدم الفلير لما اعمل كده انا ضغطت كليك وسبت وضغطت كليك يعني وسحبت تاني، واخدين بالكم؟ كليك وسحبت تاني. اعمل كوماند زد. لما تدوس كليك بس هينزل معاك الايه؟ الفلير تمام؟ بس انت لما تدوس كليك وتسحب بقى كمان بص اهو انا كده عملت ايه؟ عملت النقطه بس. لو انت سحبت تاني كده بص يعني دوست في اي مكان بقيت عملت ايه؟ كليك ودراج يقوم يطلع لك ايه؟ الانعكاس بتاع النقطه دي خلاص؟ واحد هيقول لي الالوان دي اغيرها ازاي؟ اقول لك الالوان دي ما بتتغيرش. يعني ايه ما بتتغيرش؟ يعني ما بتتغيرش خلاص؟ هي بتتغير بناء على ايه؟ او الالوان اللي هتطلع عندي بناء على ايه؟ هي اساسا يا جماعه اللينس فلير ده مؤثر موجود هو بيضيفه، والمؤثر ده بيتغير تبعا للون اللي تحتيه. واخدين بالكم؟ يعني انا لو جبت دلوقتي ايه؟ ريكتانجل كده ورسمته هنا. انا رسمته هنا اهو خلاص؟ ده طبعا ايه؟ فوق، اذا هو غطى على الفلير اللي انا عملته. طب دوس عليها كليك يمين في عندك الرينج. الرينج دي وديها فين؟ في الباك. خلاص بصوا المؤثر طالع ازاي؟ وخدتوا بالكم الاول كان الوانه عامله ازاي؟ التاثير بتاع اتغير تبع الايه؟ اللون. طب تعالوا نغير اللون ده كده ونشوف هل التاثير فعلا هيتغير ولا لا؟ يعني لو انا غيرت اللون دلوقتي من هنا خليته كده. طب لو خليته كده؟ لو خليته كده؟ ايوه هو ايه؟ شفاف وبيدمج نفسه مع الالوان اللي تحتيه بحيث ان هو يديني ايه؟ الاشكال اللي احنا شايفينها. هسيبكم بقى ايه تكملوا، احنا كده ايه؟ مش هنقول حاجه ثانيه النهارده.